حسين وحسين، حسين وحسين وحسين وحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، وبقى واحد الزمان وحيدا، وبقى واحد الزمان وحيدا في صفوف كالسيل لما سال، وبقى واحد الزمان وحيدا في صفوف كالسيل لما سالا، مفردا يرقب الأعادي بعين، مفردا يرقب الأعادي بعين، وبعين يرنو الخبا والعيالا، وبعين يرنو الخبا والعيالا، يعني عين على الأعداء وعين على النساء الحسين عليه السلام. وبقى واحد الزمان وحيدا، عجيب شلون تعبير، وبقى واحد الزمان وحيدا في عدا كالكذيب حيث هالا، مفردا يلحظ الأعادي بعين، وبعين يرن الخبا والعيالا. اي والله يا أخشب الأشيام، فما للعرش والأرض زلزلت زلزالها، وهو الأخشب الأشيام، وغوى الأخشب الأشيام، فما للعرش والأرض زلزلت زلزالها. بعد ايش صار؟ يا ولي ورأت زينب الجواد خليا، شلون منظر هذا؟ باعتبار هوى هوى، وهوى الأخشب الأشم، فما للعرش والأرض زلزلت زلزالا، ورأت زينب الجواد خليا، ذا عنان مرخان وسرج مالا، وسرج مالا، وسرج مالا، فأماطت خمارها من جوى الثكل. الله، فأماطت خمارها من جوى الثكل، ونادت وسيدا وثمالا، 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 فأماطت خمارها من جوى الثكل، ونادت وسيدا وثمالا، يا يا جواد الحسين، أين حسين؟ يا بيا جواد الحسين، يا جواد الحسين، أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا، يا أين حامي حماي عقد جماني، من تسنمت في ذراغ الدلالة، من تسنمت في ذراغ الدلالة،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بحث البارحة انتهيت منه، كل ليلة عندي موضوع محدد، ولكن ليلة البارحة أشرت إلى إشارة في البحث وقلت هاي الإشارة بإمكاننا أن نثبتها، ما طرقت لها لكن قلت بإمكاننا أن نثبتها كواقع. أنا ما قاعد نتكلم هسا شنو هي الإشارة، سيأتي البحث، بس خلوا بالكم يا جزاكم الله خير. عندي الليلة كالعادة شبكة آيات وشبكة عناوين وشبكة، وأيضا راح نستفيد من الاختصار وإلا البحث أطول مما نقدر نبين بليلة واحدة. مسألة أعمق وأكثر، لكن فقط أريد أثبت للإخوة الادعاءات اللي نقولها على المنبر حقيقية مو خالية من الدليل، أو نريد نقنع الناس بما عدنا. أبداً ما عدنا متين بحيث ما يحتاج أن إحنا نريد نقنع الناس بيه شلون ما كان، لا أبداً. العدنا هو يفرض نفسه على الواقع، يفرض نفسه على الغير. البارحة كان عندي بحث مهم، بحث النعمة الإلهية العامة والنعمة الخاصة والنعمة الأخص، وبينا آيات هذه الأقسام الثلاثة من خلال القرآن الكريم. في أثناء هذا البحث، وإن شاء الله بالكم يمي، في أثناء هذا البحث قلت، وفي ثنايا هذا البحث جت مناسبة هكذا قلت، قلت أن كل شيء موجود في القرآن وفي كلمات العترة الطاهرة، كل شيء، كل شيء يجي عليه بالك ولا ما يجي عليه بالك، سواء كان في هذا المجال أو في ذاك المجال، سواء كان في هذا المورد أو في ذاك المورد، كل شيء موجود في القرآن. هسه مرة موجود في ظهر القرآن، مرة موجود في شنو؟ في بطن القرآن، مرة موجود في تخوم القرآن، مرة موجود في تنزيل القرآن، مرة موجود في تأويل القرآن، مرة موجود في عبارة القرآن، مرة موجود في إشارة القرآن، مرة موجود في لطائف القرآن، مرة موجود في حقائق القرآن، كما قسم الحسين عليه السلام القرآن الكريم إلى هذه الرباعية العجيبة. نشد القرآن على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، كلام طويل، أما العبارة فللعوام، الإشارة للخواص، اللطائف للأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. بالنتيجة كل شيء موجود في هذا التقسيم الرباعي، ولهذا القرآن تبيان لكل شيء. ولهذا قلت البارحة اللي يتصفح القرآن الكريم بمنظار روايات العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين يجد ما هو موجود في بالك في القرآن، والما موجود ببالك هم موجود في القرآن. ما يحتاج عالمنا الدنيوي بكل تفاصيله موجود في القرآن، وما يحتاج عالمنا الأخروي والغيبي بكل تفاصيله هم موجود في القرآن وفي كلمات العترة الطاهرة، كل شيء. إخواني ترى هذا ادعاء ثقيل خطير، مو سهل يعني من أقول هاي الحكاية، ترى مو سهل. كل شيء أقول، كل شيء تبيانا لكل شيء، ما من غائبة يقول القرآن، ما من هسا. هذا بحث أنا سابقا طارحه ومتكلم عن العبارة والإشارة على المنبر، ما أريد أكرر. أنا الليلة عندي بحث آخر، بس هاي مقدمته. ليش اختاريت هذا البحث؟ لعله راح تقول لي هذا البحث بأكثر من 30 عنوان، 30 عنوان أنت تريد تقولها بمحاضرة واحدة وكل عنوان وآيته، هذا تشتيت للأفكار. أنا فقط أريد أبين فكرة، نريد نطرح مواضيع عملية واقعية جديدة ينتفع منها شبابنا، حتى لما نتكلم على المنبر يصدقون أن كل شيء عندنا. تسيير حياتنا الدنيوية والأخروية موجود في كتاب الله وفي كلمات العترة الطاهرة، تراجمة وحيه كما في الجامعة الكبيرة، هم تراجمة وحيه، تراجمة تراجمة، تفتولي كله موجود. هذا ادعاء خطير، الكتاب بين الدفتين، الكتاب العزيز اللي تشوفه اللي هو أكثر من 6000 آية بقليل، 6200 وكذا آية،
كل شيء موجود به 414 سورة، كل شيء 30 جزء، نعم كل شيء موجود فيه، كل شيء موجود فيه، كل شيء موجود شنو؟ في القرآن الكريم. عجيب. زين، شنو إثبات هذا الادعاء من خلال القرآن الكريم؟ من خلال القرآن الكريم إثبات هذا الادعاء. هسه بما نقدر له من خلال ليلة واحدة، وإلا الموضوع أطول مما نتصور وأكثر مما اللي نقدر له، أقدر أثبته هذه الليلة، أبين من خلال بعض العناوين اللي أشار لها القرآن الكريم، تقدر تسميها أقسام ثقافات موجودة في القرآن الكريم. البعض يصور للناس أن القرآن كتاب موت، كتاب برزخ، كتاب قيامة فقط. لا لا، القرآن كتاب حياة، كتاب دنيا، كتاب آخرة، كتاب هذا. شفت بعض المفسرين مع الأسف يقول القرآن كتاب هداية فقط، مفسرين كبار كبار أسماء لامعة، يقول هاي تبيانا لكل شيء في مجال الهداية فقط. يظهر هذا المفسر نظر محدود، أسقط نظره المحدود وفكره المحدود وعقله المحدود، أسقطه على سعة القرآن الكريم اللي تتسع لكل شيء في الواقع. ملتفتي لي ولا؟ القرآن أكبر من ذلك. أي هداية؟ كل مجالات الحياة، الدين، الدنيا الصغيرة. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما من غائبة، مو حاضرة. شنو في مجال الهداية فقط؟ ليش نسقط ضيق أفقنا ملاحظ، ونسقط عجزنا على القرآن الكريم الواسع اللي يتحمل كل شيء؟ خو احنا خلنا نعترف بالعجز، أما القرآن الكريم ما يعجز، العترة الطاهرة ما تعجز. هسه حبيت أطرح لكم بعض العناوين الموجودة في القرآن الكريم لإثبات هذه الحقيقة، خصوصاً طبقتنا الواعية المثقفة تتفاعل مع أبحاث كهذه، وإن شاء الله كلكم من هاي الطبقة، طبقة الجامعات، طلبة الجامعات، لأن الآن ما يدور في أجواء الجامعات، بعض مو الكل، في بعض أجواء الجامعات أن الدين لورا، الدين تخلف، الدين كم قضية فقهية متوقف عليها دنياهم وآخرتهم، وهم ما عندهم غير هاي كم قضية فقهية إلى آخره. أما إحنا عندنا هذا العلم الوضعي شامل لكل أبدا، حتى علمكم الوضعي ما ينفع منه وضع أسسه القرآن الكريم. ولهذا أقول هاي دعوة كبيرة، لعل البعض إذا ما أجيب أدلة عليه يستهزئ بكلامي هذا، يقول شنو الحكي هذا، هاي الدعاءات أكبر منكم. لا لا، أجيب دليل أن القرآن ما ترك قسماً ولا نوعاً للثقافة إلا وأشار لها، لكن يعطي قواعد أساسية، من هذه القواعد تتفرع آلاف القواعد وآلاف المسائل. تفتولي القرآن العترة يعطون قواعد أساسية، منها يتفرع قواعد كثيرة وتتفرع قواعد كثيرة. وحسنا لهم أكو بحث، بس أدري كلامي صار مثل درسي الآن، مو حكي حوزوي، مو حكي منبري، صار حكي حوزوي، تنظير، صار تنظير يتعب الإخوة. حتى القواعد، التفتوا لي جيدا أرجوكم، هاي نقطة كلش دقيقة، حتى القواعد الأساسية من حيث ظاهر اللفظ، العبارة كما يعبر الإمام الحسين عليه السلام، من حيث العبارة هي قواعد ما بيها تفاصيل، ولكن إذا ندخل إلى الصميم، إذا ندخل إلى التخوم، إذا ندخل إلى البطون، وهاي التخوم والبطون محصورة بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما يعلم، كما في سورة آل عمران، وما يعلم، وما 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 يعلم تأويله إلا الله بعد، والراسخون في العلم، غير هؤلاء أو غير الله جل وعلا والراسخون في العلم ما يعرفون تأويله، هذا محصور بالنبي وآله. إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون، شنو؟ سورة الواقعة، في كتاب مكنون لا يمسه، لا يمسه إلا المطهرون فقط، حصرا حصرا المطهرون فقط. هسا احنا خلينا على الظاهر، احنا ذاك العالم خطير كنا ناخذه من آل البيت، خلينا على الظاهر، ظاهر اللفظ، حتى الظاهر موجود أن القرآن خلى قواعد أساسية في كل اتجاهات الحياة، وما بعد الحياة، وما قبل الحياة، وما قبل الحياة. القرآن تكلم، وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما أدري ما تعبتوا بهذا الحكي،
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ شنو؟ قالوا بلى. هذه ما قبل هذه الحياة. القرآن تكلم عن ما قبل الحياة، القرآن تكلم عن هذه الحياة بكل ما تحتاجه. شوف العنوان قد واسع، بكل ما تحتاجه في كل مجالات الاحتياج الدينية وغيرها. القرآن تكلم عما بعد هذه الحياة، ما خلى شيء. قانون عام كامل شامل، ما فيه نقص في أي مجال من المجالات. دين تخلف، الدين كم مسألة، الدين مو صحيح. هذا الكلام يثار في أجواء علمية ما تحترم نفسها مع الأسف. الإنسان اللي عنده علم المفروض يحترم الغيره، ما يتكلم بهذه الطريقة الساذجة كما في بعض الحواضر العلمية مع شديد الأسف، يضحكون على بعض عقول شبابنا. هسه بعض العناوين خلي أذكرها اللي أشار لها القرآن من حيث الظاهر. الآن دع عنك الباطن والبطون والتخوم والتأويل، هذا كله يترك، واللطائف والحقائق اللي بينوها النبي وآله، بس هذا هم يحتاج إلى ليلة خاصة بها، هذا كله يتركه، كله يتركه. هسه خلينا مع الظاهر، القواعد اللي خلاها القرآن من خلال مجال الظاهر فقط، التنزيل فقط. دع عنك تلك العلوم والعوالم الخطيرة الكبيرة الأوسع منها، ما أدري طرحت أنا موضوع أنه عالم الغيب أوسع من هذا العالم، الإخوة ما أعرف تابعوه ما تابعوه، ثلاث ليالي أتكلم بهذا الموضوع وجبت أدلة عليه وإلى آخره، وكلام طويل. من حيث الظاهر خلي أجيب بعض، أنا راح من وقتي قرابة العشر دقائق ربع ساعة راحت من وقتي مع الأسف، خلي أجيب بعض الشواهد. مثلا شو سميها ما أعرف، ثقافات غيب أو العفو ثقافات قرآنية، أقسام الثقافات في القرآن الكريم، شو تسميها سميها، أنا ما أعرف. أنا راح أنطيك عناوين كدليل واقعي عملي على ما نعتقد به، أنه إحنا مو نقول الكلام على عوائنه، وإنما عندنا دليل على ما نقول. تفتوا جيدا، هذه بعض العناوين، ومن كل عنوان اختاريت آية، وإلا بعض العناوين عشرات الآيات القرآن يعالجها. أنا من كل عنوان آية، هسه إلى الآن أنا ما يقارب أكثر من 33 عنوان أستبعد أن أقدر أطرحها كلها، اللي يتسع الوقت أقوله وبدون تفاصيل حتى أستغل وقت أكثر لعناوين أكثر. نريد طبقة بمجتمع نواعية مثقفة، مثلا من أقسام الثقافات في القرآن، هسه هذه لما أقولها البعض يقول ما سوينا شيء، هاي ثقافة دينية، ما يخالف راح تجيك ثقافة دنيوية بإطارها الصحيح، تضر شوي شوي. مثلا ثقافة التوحيد، وأتصور الله يرحم العلامة الطباطبائي عنده حكاية يقول القرآن نظامه كله قائم على أساس التوحيد، كل مسألة في القرآن يرجع أساسها لمن؟ لتوحيد الله، كل شيء متوقف على توحيد الله. ثقافة التوحيد في القرآن، قل هو الله، هسه هاي مثلا من سورها من آياتها أحد، إنما هو إله واحد، وغير ذلك من الآيات. هسه هذا البحث أنا متكلم به وظهر على الفضائيات، الإخوة تابعوه ولا، ست ليالي أنا أتكلم عن هذا الموضوع في مجالس أيام الزهراء، ست ليالي أتكلم عن المعرفة والتوحيد، أوه حتى طويل عريض، ست ساعات تكلمنا به بعد ما نريد نكرر في الواقع. ثقافة عجيبة غريبة، ثقافة التوحيد في القرآن مرعبة، والله مرعبة، والله تهتز لها الأبدان. طبعا أي توحيد؟ التوحيد المأخوذ منهم سلام الله عليهم، وهذا بينته بست محاضرات بعد وجبنا أدلة عليه وإلى آخره. ولهذا توحيدنا الصحيح ينتج مفكرين، التوحيد الخاطئ اللي يدعيه الغير أنتج مكفرين، لأن الأساس غلط، البناء شو يصير؟ ها؟ غلط. اي توحيدنا أنتج مفكرين، توحيد الغير أنتج مفخخين، الأساس غلط، البناء هم غلط. هسا أنا ما أعرف توحيد ينتج قتل أطفال شلون، أنا ما أعرف توحيد ينتج نبش قبور شلون، أنا ما أعرف، بس يظهر التوحيد غلط هناك، والمعرفة دي غلط، طلع هذا الناتج مالته كله غلط بغلط.
وإلا. أما توحيدنا لأخذنا منهم، من أراد الله بدأ بكم، من وحده قبل عنكم، من قصده توجه بكم. أنتج مفكرين مو مكفرتية. هسه كلام طويل هنا، نهاية ثقافة، ثقافة الإيمان بالغيب في القرآن، الذين يؤمنون بالغيب، ثقافة مفصلة تكلمت بيها بثلاث محاضرات بعد ما أرد أكرر، وهاي بيها معلومات شيقة جدا، مهمة جدا، سعة عالم الغيب، تفاصيل عالم الغيب والغيبة، هذه أبحاث مفصلة تحتاج إلى وقت طويل، أتركها لوقتنا. لكن أنا أنصح اللي ما يتفاعلون مع هذا العالم، أرجوكم خلوا بالكم يمي، اللي ما يتفاعلون مع هذا العالم أنصحهم بأن يتعلمون أدب احترام هذا العالم، هذا العالم من موسى والخضر. موسى كان يمثل عالم الظاهر، الخضر كان يمثل يا عالم الغيب. شوف الاحترام المتبادل بينهما في أي سورة هذا الموضوع؟ الكهف، في سورة الكهف. شوفوا الاحترام المتبادل بين العالمين، كل واحد منهم كان يمثل عالم. نبي كان يمثل عالم الشهادة، إنسان مصطفى لمهمة خاصة كان يمثل عالم الغيب، تصرفات ذاك العالم مثلها هذا العالم بعالم الغيب، تصرفات عالم المادة مثلها نبي وهو موسى. شوفوا تصرفات هذا العالم وذاك العالم، وشوفوا بنفس الوقت ثقافة هذا العالم وذاك العالم، وشوفوا بالكم يمي وشوفوا بنفس الوقت احترام صاحب هذا العالم لذاك العالم وذاك العالم لهذا العالم. أتمنى نقتدي بهذه القصة الملحمية اللي أشار لها القرآن الكريم وذكرها القرآن الكريم. ملتفتي لي ولا؟ صلوا على محمد وآل محمد. جيد. ولهذا هذا بحث مفصل تركه إلى وقته إن شاء الله تعالى. مثلاً ثقافة في القرآن الكريم اسمها ثقافة الالتزام بالحدود، بحدود الله. هسه القرآن يسميها حدود الله، الآن اللغة الحداثوية في هذا اليوم تسميها القانون. أرجوكم التفتوا لي، قانون. احنا حتى القانون الوضعي إذا ما يتعارض مع القانون، مع قانون السماء، نحترمه يوم ما نحترمه؟ ها؟ نحترمه؟ نحترمه؟ القانون الوضعي إذا ما عنده تعارض مع قانون السماء نحترمه ونطبقه. قانون في كل المجالات، تدرون بلد إذا ما يحكم قانون، ما يحكم قانون، النتيجة غابة. ثقافة هذه يعني مثلا هم ذولا يقولون الدين عبارة عن أحكام قديمة، أنا أقولهم الدين قانون واحترام قانون، بس الدين عنده لغة خاصة أنتم لعله ما تفهموها. بالكم يمي؟ عند الدين سمى هاي القانون سماه حدود، حدود الله. أنتم ما تعرفون كلمة حدود إلا قانون، ناتج واحد. بعد ليش تقول الدين ما كل شيء بيه؟ حتى التزام بالقانون الدين بيه، القرآن فيه. ولهذا القرآن هكذا كثقافة من ثقافات القرآن الكريم، القرآن الكريم هكذا يقول، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: تلك حدود الله فلا تعتدوها. هسه عندنا حدود شرعية، عندنا قوانين وضعية، مراجعنا علمائنا قالوا هاي القوانين اللي تنظم حياة الناس احترموها يا شعب يا مسلمين، احترموها التزموا بها في مجالات عديدة، مجال مرور، مجال ما أعرف شنو، قانون، احترموا القانون. ثقافة احترام القانون قرآن أشار إلها قبل لا ذولا يخلوا لها قوانين. الغربيين جونا ببرا ألف سنة خلوا قانون يردون يعلمونه، هاي ثقافة دينية القرآن أشار إلها قبل لا هم يعرفون شنو معنى القانون، سرقوها منا ونسبوها إلى أنفسهم، هاي ثقافة دينية. جيد. مثلاً أعطيكم رقم آخر، الآن ما يسمى في العالم، في ثقافة العالم، الإرهاب، إرهاب والتحذير من الإرهاب. طبعاً هم
لما يصفون هذا بالإرهاب وذاك بالإرهاب يصفونه بطريقة ازدواجية، إذا ينفعهم مو إرهابي، إذا ما ينفعهم إرهابي، صحيح ولا؟ هم إحنا ما نربط بيهم، لكن كعنوان إرهاب القرآن الكريم أشار لقبلهم. هسه هم سموه إرهاب، القرآن سماه شر مثلا، هم سموه إرهاب، القرآن الكريم سماه شيطان مثلا، لكن كمحتوى واحد يوم واحد واحد. أصلا هم إلى الآن ما وضعوا تعريف شبابنا المثقفين، وين الطبقة المثقفة إلى الآن المتابعين أخبار، إلى الآن ما وضعوا تعريفا للإرهاب، صحيح ولا؟ أني أقولهم تعريف الإرهاب موجود في القرآن الكريم، قانون بالقرآن، إرهاب، كل شيء موجود، مو دعاوى إحنا نطلقها هكذا من دون دليل، أكو دليل. القرآن سماه شر، القرآن سماه شيطان، القرآن سماه وحذر الناس منه في الواقع، وآيات عديدة كثيرة إلى آخر. آية من آياته مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين مثلا. أصلا أقول قضية أخرى كاتبها هنا ما كاتبها مو مهم، جت ببالي وأنا على المنبر مثلا، أكو البعض يشمئز لما نقول لعن لأعداء الله، يشمئز خصوصا بعض من يسمون بالمثقفين بالحداثويين، كلمة اللعن يشمئز منها، يقول مو شنو لعن، لا تعلمون أولادكم على هاي الأمور، لما تقول له براءة يشمئز منها، يقول لا تعلمون على هالحقد وإحن وكذا وإلى آخره. الآن البعض هكذا ما يقبل لعن، ما يقول حالة مو حضارية، التبتولي يقول اللعن حالة مو حضارية. الآن هاي الدول الغربية لما تقول نشجب، لما تقول نستنكر براءة، يعني بالكم يمي ولا؟ هاي الدول لما تقول نستنكر، لما تقول نشجب هذا الفعل، نشجب هذا الفعل يعني تبرؤوا منه أو لم يتبرؤوا، ها؟ لما دول العلمانية تقول نشجب ما يتقزز، نستنكر ما يتقزز، لكن لما أقول براءة ما تعجبه، نفس النتيجة، لعن، طرد من رحمة الله لمن يستحق ذلك ما يتفاعل، غريب. غريب. بالعكس هاي العناوين هم طبقوها على المصاديق الخاطئة، أما القرآن الكريم خلى الأمور في نصابها، فما عليهم إلا أن يرجعوا إلى ثقافتنا. هم سرقوها منا طبقوها ضمن سياقات خاطئة أصلاً تحكمها لغة مصالح، أما القرآن الكريم خلى النقاط على الحروف وأعطى لكل ذي حق حقه، وهو القائل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إخواني ولا تبخسوا الناس أشياءهم في المجال الإيجابي وفي المجال السلبي، الظالم ظالم، الطاغوت طاغوت، المؤمن مؤمن، الخير خير، في كل المجالات ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا عظمة كتابنا وأئمتنا عليهم السلام، تراجمة وحيه. هسه أنا فقط عناوين قرآن جبت، وإلا عناوين عترة لا تعد ولا تحصى في كل المجالات، لكن هذا يحتاج إلى شهر رمضان كما بينت ليلة البارحة، الليلة حبيت أذكر بعض المصادر، هذا يحتاج إلى شهر كامل بسعة شهر رمضان ونسولف براحتنا، وإذا الناس هم إلى خلق تسمع مثل هاي الأبحاث شوية معقدة جافة. لكن هاي تبين عظمة ديننا. بعد خلي نجيب بعض المصادق بما تبقى لنا من الوقت. مثلا ثقافة السيطرة على النفس. أنا ما أعرف أصلا هي ثقافة النفس، ثقافة معرفة النفس. إخواني تفتولي نفس نفس، ثقافة معرفة النفس، ما أدري هاي مرتبطة بكل إنسان أو ما مرتبطة، ها؟
مستطع. مهمة أو ما مهمة؟ مهمة. أنت الجسد إذا مريض والروح مو مريضة يتحمل الإنسان، لكن الروح إذا مريضت والجسد صحيح يتحمل لو ينتحر. ها؟ ينتحر. ولهذا ما أدري نسبة الانتحار في دولنا الإسلامية أكثر لو في الدول الغربية أكثر نسبة الانتحار. الغربية تشوفه صحيح، تشوفه ملياردير، ملياردير تسمع بالأخبار انتحر، ذا بروحه من فوق عمارة وانتحر وكل شيء ما بي، لا بي مرض، فلوس عنده، ملياردير، انتحر. خل ليش انتحر؟ يعني الدين عالج مسائل وأشار إلى مسائل خطيرة إلى هذه. إخواني أنا قريت دراسات الغربيين في النفس، قريتها مو ما قاريها، لا والله قاريها، ودراسات فلاسفتهم في معرفة النفس قاريها، مو جهالهم، فلاسفتهم هكذا أدعي. ولما إجيت إلى معرفة النفس في القرآن وكلمات العترة وأدعية آل محمد شفت ماكو وجه للمقارنة بيننا وبينهم، لكن أكو شيء أعترف به، هم قدروا يسوقون ما توصلوا للجزئي البسيط إن إحنا ما قدرنا نسوق العظيم اللي عندنا إلهم. نعم أعترف، أعترف، نعم أعترف. إخواني أستاذ من أساتذتي في النجف أقول اسمه ماكو مانع، آية الله شيخ محمد سند البحراني حفظه الله، نقل لي عن أحد علماء الشيعة ما أجيب اسمه، خاف الشيخ ما يقبل كون أخذ إجازة يعني، بس أنا أعرف ذاك العالم إنه قال لي عنه، قال لي باسمه. هذا يقول دخل في حوار سري جدا مع أحد كبار الفاتيكان، ما أعرف هم العناوينهم العلمية شنو، مو كلش أعرفها يعني، قسيس ما أدري إيش، المهم أحد كبار رجالاتهم في المجال الديني في الفاتيكان، دخل في حوار لمدة طويلة معه سنين، صارت علاقة وطيدة بين هذا العالم الشيعي وذاك النصراني اللي هو يحمل لقب علمي كبير جدا عند النصارى ضمن ثقافته. يقول هذا العالم الشيعي أرسل له كتاب الصحيفة السجادية إلى الفاتيكان روما، يقول ذاك قال له أنا اللغة العربية ما أفهمها وخصوصا كلمات إمامكم زين العابدين ما أفهمها. بعد فترة طويلة لقوا مترجم شيعي من أتباع آل البيت عنده ثقافة دينية فيقدر يوصل فكر الإمام زين العابدين إلى هذا النصراني العالم الكبير عندهم. يقول جلس وياه فترة طويلة، أكو ناس يشتغلون لبيان الحق والحقيقة، جلس معاه فترة طويلة، يقول أرسل له كتاب رسمي لهذا العالم الشيعي، كتاب رسمي من الفاتيكان، قال له كنت أتصور أن أكبر شخص في تاريخ الكون في مجال الروحانيات والنفسانيات والعرفانيات هو عيسى بن مريم، الآن ثبت لي أن زين العابدين أعظم من عيسى بن مريم في هذا المجال. ما قدرنا نوصل فكرة آل البيت، نعم أعترف، نعم. الآن الصحيفة مترجمة إلى كم لغة في العالم؟ أو النهج كلمات العترة ما سوقنا، غيرنا سوق ديكارتو هيجلو فرويدو إلى سوقوا ما عندهم، إحنا ما قدرنا مع الأسف نوصل فكرنا الصحيح لهم، هذا العيب. أنا قرأت فلاسفتهم ايش قالوا في معرفة النفس وقرأت ما قال القرآن والعترة وعلماءنا، شفت ماكو وجه للمقارنة بين عمقنا وسطحيتهم أبدا، ماكو وجه. هسه هنا هم اكو مطاحن فكرية ما اريد ادخل بتفاصيلها، اتصور اليوم هو اتعبتكم هذا البحث المعقد، هنا اكو مطاحن فكرية انه النفس هي الروح، الروح هي النفس، الروح غير النفس، اكو حكي طويل عريض يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، يعني العترة ماذا قالوا عليهم السلام، حكي هواي أكو هنا. وهذه هذا الكلام بعدين يجر إلى أبحاث مفصلة أخرى. الإنسان إنسان بنفسه بروحه بجسده بشنو، هاي كلها كلام كثير هنا أنا أكو،
تفاصيل كثيرة جدا لكن مزعجة ومتعبة ودقيقة وتحتاج إلى أوقات مفصلة، إن شاء الله نطرحها في وقتنا. شفت أحد علمائنا يقول عبارة هواي حلوة، خلي شوية نخلي محطة استراحة للتعبوا، أتصور بعض الإخوة تعبوا. شفت أحد علمائنا يقول عبارة هواي حلوة، يقول الغرب استطاع أن يصنع سونارا لجسد الإنسان يكشف من خلال هذا السونار الحصى في الكلية، أو من خلال هذا السونار الطفل في أحشاء الأم هل هو ذكر أم أنثى. استطاع، لكن الغرب لليوم ما استطاع أن يصنع سونارا لمعرفة النفس الإنسانية الروح الإنسانية، لليوم ما استطاع. أما القرآن والعترة من ذاك الوقت بينوا الحقائق كلها. نعم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، أعرفكم بنفسه، يقول المعصوم أعرفكم بربه. وأكو تفاصيل شلون معرفة النفس، حكاية سريعة أقولها بين قوسين حتى أروح ثقافات أخرى، بس هذا موضوع كلش ثقيل، هو هذا بوحده يحتاج كم محاضرة. شيء أقوله بسرعة، أحد علمائنا يقول هاي المناجات 15 للإمام زين العابدين، قاريها بالصحيفة يوم قاريها، تبتدئ من مناجات التائبين، إن لم تخن الذاكرة تنتهي بمناجات المريدين، إن لم تخن الذاكرة، ما أدري هاي المناجات 15 موجودة في المفاتيح. يقول هذا العالم الشيعي وأنا أوافقه على ذلك، كل مناجات منها هي عبارة عن وصفة علاج لمرض من أمراض النفس. يعني 15 وصفة علاج ل 15 مرض في النفس. هاي الغرب لليوم ما استطاع يفهمها. أتمنى الإخوة يقروها المناجات 15، أتمنى يقروها، وإحنا في شهر شعبان، أتمنى يقروها من التائبين حتى آخر مناجات، بس اقروها بعناية. شوف شي يسوي زين العابدين سلام الله عليه، شي غور في أعماق النفس علي بن الحسين سلام الله عليه. مع الأسف تركنا علم أئمتنا وتراث أئمتنا عليهم السلام. هاي الصحيفة العظيمة تحتاج إلى دراسات ودراسات، مراكز للدراسات، صحيفة سجادية تحتاج إلى مراكز للدراسات. هسه هاي الثقافة أخذت من وقتنا الكثير، مثلا ثقافة الدعاء والأمل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا، هاي ثقافة. هسه هنا أنا شفت أحد العلماء وإذا سألك عبادي عني، هو يقول كلمة حلوة، لفتة حلوة. هذا العالم الشيعي يقول إخوة يوسف كلش كانوا يقولون ليوسف دزوا يانا أخانا بنيامين، أخانا لما اتهم بنيامين بالسرقة قالوا له إن ابنك قد سرق، ابنك، قالهم عجيب، قبل كان أخوكم الآن اتهم صار ابني، بسرعة تبروا منه. أما الله جل وعلا في آية أخرى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا بالذنوب، يعني أسرف يعني مو أذنب ذنب ذنبين وإنما شنو أسرف، الله تبرأ من عبده لو يقول عبادي، البشر بسرعة يتبرأ قالوا له ابنك. أما الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا، تبقون عبادي، تبقون عبادي. الأمل، لا تيأسوا من رحمة الله، الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما، وإحنا الآن بأمس الحاجة إلى الدعاء، وإلا هاي الأرض كلها محبطات ومثبطات، والدعاء هو اللي يقوي الإنسان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هاي ثقافة، ثقافة الشورى في مجالها الصحيح، في مجالها الصحيح، مو شورى بالحكم، الحكم إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعلك للناس إماما، يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، نص في أمرهم، مو أمري، أمرهم شورى بينهم. ثقافة الشورى ثقافة قرآنية، الشورى في مجالاتنا كلها،
ثقافة قرآنية. الدين كم مسألة قديمة؟ ليش تضحكون على عقول الشباب؟ خافوا الله. ثقافة التعاون والتضامن، تعاونوا على البر والتقوى. أصور تعرفون شنو أهمية التعاون والتضامن في كل مجالات. ولهذا أنا قبل قليل قلت، قلت الدين يعطي قواعد أساسية كلية. ستتعاون بشنو؟ تعاون بشنو؟ كل شيء، بر وتقوى، تعاون. هاي قاعدة تطلع منها ألف قضية وألف عنوان بس من هاي الآية. هذا الدين. ثقافة تكريم الإنسان، والآن في ثقافة العالم أحقر شيء هو الإنسان، صحيح ولا؟ شوفوا الأخبار الآن، تابعوا الأخبار، شوفوا هذا ذابح هذا وذاك قاتل ذاك وهذا مفجر هذا. أحقر شيء الآن في الكون هو الإنسان. أما ثقافة تكريم الإنسان، حفظ دم الإنسان، كرامة الإنسان، حرمة الإنسان، ثقافة قرآنية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، تسخير لبني آدم في القرآن غير غير، سخرنا، ثقافة قرآنية. هذا الدين. حكي هواي أكو أتركه إخواني، خلي أقول بس عناوين، خل نترك الآيات، خلص وقت راح، خل نترك الآيات، نترك الشريح، نترك التفاصيل، فقط أريد أثبت الحقيقة. ثقافة الوفاء بالوعود، ثقافة الانفتاح مو الانغلاق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لشنو؟ لتعارفوا. ثقافة انفتاح الدين، تعارف. الآن الثقافات والحضارات صارت تصادم، الآن تصادم مو انفتاح. ولهذا احنا الحق، احنا الحقيقة، احنا الواقع، غيرك باطل واضح. حكي هواي هنا اكو بعد، ترك لوقت اخر. هسه ثقافة رفض الطاغوت، وهاي ما أهمها من ثقافة، فمن يكفر بالطاغوت ويا الله جلد. أكو عندي حكي هنا له وقت آخر. ثقافة الأخوة الإيمانية، ثقافة التثبت والتبيين، وإحنا هاي الآن محتاجيها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فشنو؟ فتبينوا. ثقافة خطيرة تشمل كل مجالات الحياة. ثقافة المقاومة والصمود، ثقافة المودة والرحمة، ثقافة الإنفاق، ثقافة أداء الأمانات، ثقافة الحوار وجادلهم بالتي هي أحسن، ثقافة العمل وقل اعملوا، اعملوا مو اجمدوا. ما نريد مجتمعات جامدة، مجتمعات متحركة كلها عمل ليل نهار، خدمة وتقديم وبناء. وقل اعملوا، القرآن اعملوا، ثقافة العمل. شيوعيين أخذوا فترة خبصونا، العمال العمال العمال، تالي طلعت كلها حكي، كلها مستنقعات. تالي طلع، تالي طلع هم شيوعيين كاتلهم الجوع والفقر والظلم والقهر والإبادة. ثقافة اعملوا، القرآن الكريم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، العمل المنضبط المراقب. شنو شنو الدين؟ شنو الدين؟ ثقافة إعمار الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وغير ذلك من الكلام الكثير الطويل العريض اللي يحتاج إلى أوقات مفصلة. لكن أتصور قدرت أثبت الآن حقية ما نقوله على المنابر. هذا الدين، هاي تفاصيل الدين. لكن يبقى أكو خلل بالتطبيق لعله، نعم، لكن ما أدري خلل التطبيق. يعني الدين لو إحنا، ها إحنا الدين شو اللي ربط؟ الدين أنطى القواعد بس يظهر إحنا. خلص أكثر من هذا بعد ما أتكلم. ثقافة حفظ المقدسات واحترامها،
وتشييدها وتكريمها وإبعاد الشر عنها وإبعاد الخطر عنها وإبعاد الاختلاف عنها. ولهذا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ليش طلع من مكة؟ هاي ثقافة. حسين ليش طلع من مكة؟ ها؟ خوفاً على اليمن، خوفاً على الكعبة. قال لهم ذولا يقتلوني بالكعبة وما أريد أنا أسبب ألم وأذية للكعبة. ثقافة، ثقافة حفظ المقدسات وإبعادها عن التجاذبات و و و و إلى آخره. ثقافة. هسه قبل مكة قلنا مكة ما أعرف، جت ببالي الآن مصيبة. الحسين طلع مكة جت ببالي مصيبة، خصوصا والآن الحسين في أيام سفره سلام الله عليه، صحيح ولا ما أدري؟ هاي الأيام الحسين وين؟ في مكة، في مكة. هاي الأيام الحسين في مكة، مولانا الكريم جت ببالي الآن فد مصيبة أريد أقولها للإخوة، وهي مصيبة خروج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من المدينة. جت ببالي مصيبة الآن، أريد نصير ضيوف الليلة سيدة من سيدات هذا البيت الكريم، جليلة طاهرة، وإحنا يوم أبوها أتصور خلص بعد اتضحت الصورة، اتضحت المعلومة، اتضحت إحنا يوم أبوها. وهذه كريمة، هاي العلوية كريمة، الله هواي كريمة، حبيبة الحسين، بنت الحسين، سمية الزهراء، فاطمة العليلة. ما أدري بعد هو جابني إلها الليالي الجاية، ليالي علي الأكبر ابن الحسين، هاي بنت الحسين، خلونا هالليالي ويا أولاد الحسين سلام الله عليه. فاطمة العليلة، أبو السجاد راد يطلع من المدينة سلام الله عليه، وقال للعلويات، قال هن علويات لمن غراضشن، لمن غراضشن علويات، بدن العلويات لمن غراضهن، يعني صاح الرقية قالها باباتي حبيبتي بنيتي لمي غراضش. 3 سنين طفلة يحاكيها بلغتها، غير يشلون يحاكيها بلغتها، 3 سنين عمرها طفلة، والبنية تصير مدللة أكثر من الولد، بنيتي حبيبتي لمي غراضك، لمت غراضها فلانة آمنة اللي هي سكينة، أمها تسميها سكينة، سكينة لأبيها الحسين، وإلا إخواني اسمها آمنة، آمنة آمنة، خطأ سكينة، سكينة في اللغة العربية أنثى الحمار، أمها تسميها سكينة، أبوها من يشوفها يسكن يرتاح، فسكينة أبوها سكينة، وإلا اسمها آمنة، اقرأ كتب التاريخ، أبوها سماها آمنة باسم أم النبي، آمنة حبيبتي سكينة، يا سكينة أبيك الحسين لمي غراضك، لمت غراضها فاطمة. هم تنتظر واحد يقولها لمي غراضك فاطمة؟ ما حد قالها. عجب هسه شنو؟ أبويا نساني؟ أبويا ما ينسى، إمام معصوم، سنقرئك فلا تنسى، القرآن يقول سنقرئك فلا تنسى. زين آخر أبويا ليش ما جاب اسمي وقال لي فاطمة لمي غراضيش؟ قامت تجي تريد تسأل أبوها، تستحي ترجع لغرفتها، أبوها يشوفها ما يريد يكسر قلبها، دز على عمتها زينب، قالها زينب روح الفاطمة شوفيها حاجيها، قولي لها أنتي أبقي هنا، أنتي عليلة أخاف عليك، أم البنين موجودة، أبقي يم أم البنين، أبقي يم أم سلمة، أخاف عليك بنيتي، دربنا طويل وبرانا ضيم وقهار، أنت ما تتحملين تموتين، أخاف عليك. المهم المهم جت زينب عليها السلام الفاطمة العليلة لحجرتها، شافت العليلة مقابلة أغراضها وتحجو يروح بعد زاعة ويشدون بضعنه. لا خوش دمعة من هسه تبكي أنت، شلون هاي الليلة يا أبا عبد الله دمعتك حاضرة الليلة؟ أبو علي هاي بنتك فاطمة، وإحنا ضيوفها وضيوفك. يا بعد ساعة ويشدون بضعنهم، يشدون بضعنهم، ويجن غريبة وما نمنو. شو أنا كني غريبة؟ أبوي ما قال لي، خواتي كلهن قالن، بس أنا ما قال لي. شنو غريبة أنا؟
يابا بعد ساعه ويشدون بضعنهم ويجني غريبه وما انا منهم جنهم كلهم ويشيلون جنهم يابا وبعيني يظل ماحش نزلهم وظل انشد الرايح جاي عنهم لا عندك دمعة الليلة أريد أقرأ لك عندك دمعة عندي 10 دقائق أقدر أسولف براحتي أنا عبراحتي ضيوفك يا فاطمة العليلة ضيوفك يا فاطمة العليلة أجتها زينب قالت لها حبيبتي أصبري فاطمة بنيتي أبوك يخاف عليك أنت عليلة مريضة دربنا طويل أبوك يقول دربنا بمشاكل بألم يخاف عليك تبقين يم أم البنين هنا صبرها زينب سلام الله عليها قالت لها عمة ما أقدر أصبر شلون الصبرين أفارق أبوي وأخوتي وخواتي بليلة واحدة شلون أتحمل أبقى وحدي وأنا مريضة وأحتاج مدارات ولهذا إجت للحسين لزمة ذيالة أبو السجاد وإحنا يما أبو السجاد ويسمعنا أبو السجاد لزمة ذيالة ذيالة ثوبة لبيات لكم حافظيها صاحت أبو يأخذوني وياكم أسرج الخير يا ابو ياخذوني وياكم اسرج الخيل لا والله حاشات سيدتي حسين ما يقبل التعلويه جدك محمد ابو ياخذوني وياكم اسرج الخيل ابويا وحط فراشكم لو جلجل الليل يعني اخذوني حتى لو خادمه ابا عبد الله اخدمكم يا با وحط فراشكم وحط فراشكم لا جلجل الليل قالها ما يصير قالت لك نسولف ابو علي ما ادري ابو السجاد هذا صار يا ولا احنا يمك سيدي قالت له ابو علي خنسولف بويا خلينا نتفاهم انا وياك قالها سولفي فاطمه حلا وقت الحديث بنت تسولف لابوها وابوها يريد يفارقها حلا وقت الحديث سولفي قلت لابويا وانا من دونكم اتزل بيش وليش بس انا الافضل يا ابويا ليش اسمعها الابيات اسمعها الابيات بويا وايا انا من دونكم اتزل بيش وليش بس انا الافضل يا ابويا ليش بويا انا على فراقكم ما يحلى لي عيش بعد ايش قلت له قلت له بويا عندي طلب حسين قال شنو قلت له بويا بويا يا بويا بويا خلوا عبد الله خلوا عبد الله إلي وأنا إليه قلبي خايف يا أهلي من كربلاء هسه تريدني ما أجي وياك قبلت أبو علي بس بويا يخلي ذكرى يمي ذكرى من أشوفه أشوفك أشتم ريحته قالها منو تردين قالت له أخوي الرضيع يبقى يمي قالها أخوك عنده مهمة بكربلاء مو يا خلي عبد الله إلي وأنا إلي قلبي خايف يا أهلي من كربلاء منين قلبك خايف؟ والله من كربلاء قلبي خايف يا أهلي من حرملة من حرملة يا بقلبي خايف عالطفل من حرملة من حرملة قالها كون اخذه وياي عبد الله بنيتي حبيبتي تبقين وحدك قالت له زين طلب ثاني ما يصير تردني ابويا قالها منو قالت له يا اهلي يا اهلي يا اهلي واخت رقيه تروح وين يا اهلي واخت رقيه تروح وين شلون تحمل هالدرب 3 سنين خلي انا وياه نتذكر حسين يا بني تذكر حسين لمن ما يرجع ضعنكم يا اهل وهي تصرخ يا اهلي يا اهلي والضعن شال
وسفة ظلت فاطمة بأصعب الحال بيت أظلم لا نساء ولا رجال لا أبوغة ولا أمها ولا طفل بقت واقفة على الطريق تسأل الرايح والجاي شنو أخبار أبويا الحسين يوم من الأيام واقفة فاطمة العليلة وإجاها الطارش قالها رجع ضعن الحسين فاطمة رجع نعم رجع الشاعر يقول فرشة دار أبوها ودار عمها والله وقعدت على درب تنطر زلمها وفرشة دار أبوها ودار عمها تعدل بالمد والعين على الباب تتنطر ترد جمعة الغياب يرد حسين أبوها وكل الأحباب وعمتها الحزينة أخت الحسين هنا راح أبتشيك إهبها الحال لن زينة بجتها وهي تنتظر إهبها الحال لن زينة بجتها شبقت بنت أخوها وقبلتها الشاعر يقول لا جن العليلة معرفته تقل لها يا حرة انت يمنيا والله بجت زينب وصاحت يا عيوني شوك لكم بعد ما تعرفوني هذا البيت اهديه للعباس هذا البيت اهديه للعباس والله بجد زينب وصاحت يا عيوني شوك لكم بعد ما تعرفوني ليش اهديت هذا العباس اسمع الشطر الثالث والله ما تعرفوني انا عتبع لخوت تضيعوني يا با انا عتبي عم قوم وياي وتلقي النزاوي أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء قامت تنتظر اللي يجيها بعد من أهلها الطب العائلة وهي تقول فاطمة تقول أنا قلبي اللي كم من دقة الباب يا ويل أنا قلبي اللي جم من دقة الباب أنا بيك بيك أفكر ترد يا ياب يا ياب والله أنا بيك أفكر ترد يا ياب ويا حتى ترد وحشة الغياب يا أبويا والله حتى ترد وحشة الغياب ويا ولمتنا ترجع لما أحباب إلهي بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه اقض حوائجنا يا الله وصينا على دعاء كثيرين إلهي بمحمد وآله بالحسين الوجيه وجده وأمه وأبيه وبالأئمة من ذويه صل على محمد وآل محمد حسين وحسين حسين